الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، ودمغليسين حديثك شريفك عاوة موضوع نكساب سيهي قيبتي سوار وحاكاها اللي الشيخ مصطفى حاج اسماعيل جزاه الله خيرا إيمانك ينو معان ليه معان كاسنا حيالها لغدر من أيوحا كمدة إن إلهي سبحانه وتعالى إيه الرسول كيسى عليه الصلاة والسلام ذوح الله لأي وحكى الصهر أذكج عشاي يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحي كصهري إنه كجعل يهي الله سبحانه وتعالى رسول كس إن إلهي سبحانه وتعالى يا رسول كس عليه الصلاة والسلام جعل كوضا يجعلان توضا لغهر مريو وحك استوك صهري وارك إيمان كاو وكو أنصحايو ku degayo macaankiisi iyo dhadhankiisina aad ku helaysid oo ku dhadhaminaysid hadii aanay jirin inaad ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam aad ka hormariso wixiiga ka soo haray iimaanka macnaha dhadhankiisii macaanaa iyo xalaawadiisii ma helaysid ama ma wada helaysid saasuu xadiisku tilmaamaya إلهي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وحو أمري دادكو هدي ايكو شاكتان إن إلهي جعليهين وحالا قربا دليل بالا قربا بروف كاسوح النقونية إن رسول كان عليه الصلاة والسلام راعان سنة دي سيني راعان ودادي سيني راعان تاس باوحي الدليل أوتهاي إن إلهي سبحانه وتعالى جعليهين رسول كيسا عليه الصلاة والسلام يجعليه مركا هلقا وحن كفهمينا ونكا قرنين آيات داس إلهي سبحانه وتعالى وليه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هداد إلهي جعشه وي طاعد إذن كتهاي ورن إذن كتهاي ورب إذن كتهاي aniga isoo raaca sunnadeeda raaca marka daliilka ama buruufku wuxuu noqonayaa daliilku wuxuu noqonayaa shay amali ah amal muuqda oo saaliha ayuu noqonayaa oo xujo u noqonayaa ama daliil u noqonayaa inaad ilaahay jeceshahay rasuulkiisana calayhi salaatu wasalaam aad jeceshahay wa markaad rasuulka raacdo sunnadiisa ku dayato dad sunnadiisii khilaafto macnaha waxay noqonaysaa in hadalka afka aad ka sheegtay oo aad leedahay waan jeclahay uyan xaqiiqa dhab ah noqon taas waa qodob marka camalada camal baa meesha lagu kala baxayaa hadal ma aha keliya buruuf iyo camal baa lagu kala baxayaa xujo iyo daliil تسنيس إناد إلهي سبحانه وتعالى إيا الرسول كيس عليه الصلاة والسلام هاد كجع الشهي وحكا سؤال نبي عليه الصلاة والسلام ليه هاي حديثك متفق عليه ها صحيحين كا متكين مر مين أيو أما إيمان كا دبت أهمهل أيو إلاو أنيك إجج على هذا يا رسول صلى الله عليه وسلم إلاو إجج على هذا عن والده وولده والناس أجمعين إلا أن يجع على ذو والد كيس كو كي دلي إيو كو دلي إيو ددك إنت كلاتو كسوهر تيوردن إلا أن يجع على ذو نبي عليه الصلاة والسلام هدو النبي يجع على ذنا إلهي بوجع عليه إلهي نواجع على نيا إلهي سبحانه وتعالى أيضا بضم بكو عدي وحيالها دليل كأن غنقرة إن آد إلهي يا رسول كيسى عليه الصلاة والسلام
جعشهاي حكم إذا إلهي سبحانه وتعالى وحبه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني آية إلهي سبحانه وتعالى يقول لها داد دين تي كجي ستان واتكتكتان إلهي وحكم سنة يا داد إلهي جعل أو إلهي جعليه حيث ما ينددك إلهي جعلي هي إلهي نجعل إيو حيث ما ينددك وعلى مضوه هذا كمدا كو ددك مؤمنين تأه وأدب عسيهن ددك مؤمنين تأه أذلة على المؤمنين ددك ولا له هذا مؤمنين تأه إيمانك لقاه لي وأدب عسيهن وأنقل وأوجل عسيهن كما أذكركم قل نفسنا تاسنا إلهي سبحانه وتعالى ما لبضنا كل شيء ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ومن أنت جعلان توضو إيمان كي كم انتهي دبتا رحمة إلهي سبحانه وتعالى بكم انتهي مركز دتك مؤمن انت ويؤون نوليين هدو قفك مركة دادك مؤمنين تا آنو ذليل وآهين وأجرع السنين وأدبع السنين جعيل كيسا وحباك وجرع أعزة على الكافرين قال هذا نوكو أدادك أدولا إلهي درتيسنا ووجه هذا جهادك حقا عدنا أغمق بضوه أغمنا بقوه كمنا مجامليه إلهي سبحانه وتعالى حدوده لا يخاف في الله لومة اللائم dadkaku eedaynaa saasalay oranaya hadaan wax aas qaato hadaan iimaan ka asra hadaan waxa ilaahay amray aan sameeyo waa la aynaya waxa saalay oranaya tolkaas ay oranay dadkaas ay oranay waxa suu beejeefkiisa ma la yakhafuna fillahi lawmata laim taswaamid waxa kale oo kamida dadka inta ka soo hartay sida aan sheegayna hadiiska ayaa aayaduna tilmaamaysa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر هذا حيث وشكتي أرمو سديد أه أو هدي آد إلهي يا الرسول كيسا كجعشاي إيمان كاغو آنو رب أهي أو حقيقة أهي وإهل كاغا وطل كاغا قرابة هذا قبيل كاغا ولا لها ووالدين تا وقوة الشيء يا مركي تمادو أمر إلهي أمري يوحي إيه ربان أو خلافسا كان إلهي بعد راعي ساكوذ قدر كالغو دفنية بضى قدار قدار قداش صار قطورة يا حتى والدك أيان بارك الله أيان لجوء الداعي هين وح إلهي سبحانه وتعالى ويرى لك هين أما الرسول كيسو عليه السلام أنا أقولين أيان لجوء الداعي هين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هل كاسن قاعدة وحلوت جي ضدك إلهي نفري ضاع ضد ويكم دين والدين تو أو كم تهوى أنت نك هذا أو كم دي هاي إلمها والد كود أو كم دي هاي معلن كاجا أو كم دي هاي مضح هذا كل جودتك الله يسفري إن لا أدعه وحلق الدعية وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحي إلى هاي الرسول كيسو أمرين وي هداي خلافان ضاع عمله لقوا ما أدعيه حوالا كما قلنا يقولوا علينا يا وحي أمر لا طاعة إنما طاعة بالمعروف تصوحي عدين يسامرك محبة إلهي سبحانه وتعالى يا الرسول كيسا أهد وقفته تصال إيالكنا ويكبوا حاندتك مؤمنين تأها من صحابة ذي هالنغضان أما قرنية ذي كدن بي إلى يومنا هذا تصال إيال بضن إن لغو أركو إن
dadka muuminiinta ah wixii xaq ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam raalli gelinaya ayay jecel yihiin. Waxaa kale oo ka mid ah calaamadaha lagu garanayo waxa macruufka ee wanaagsan oo ilaahay amray buu jecel yahay, wixii khilaafkeeda waa necab yahay. Rishiga ilaahay baa xaraantimeeyey waa necab yahay. Beenta ilaahay baa xaraantimeeyey soo maaha, isaguna waa necab yahay. Maxaa dhacay ilaahay iyo rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam ma ogola mana jecla. Xadiis waxaa jira tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu weysaystay, weysadiisii bay qaateen saxaabadu, waa marmarsadeen. Markaasuu yidhi maxaad u samaynaysaan? Markaasay inahay jacaylkaaga rasuulkeennu. Markaasuu qofkii ilaahay jecel oo rasuulkiisa jecel yaa falyasduq idaa xadatha, haddii uu ilaahay jecel yahay run ha sheego marka uu warramayo. Walyu'addi alamaanata ida tumina, ammaana haddii loo dhiibtana ammaanada ha gudo. Taasaa daliilu ah inuu ilaahay iyo rasuulkiisa jecel yahay. Maxaa dhacay ilaahay iyo rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam waxay amrayaan in ammaanada la guto, la guto. Walyujaawir walyuxsin ilaa jaarihi, jaarkiisa ama dariskiisana ha u ixsaan falo. Haddii uu waxa weeye risheegay maxabada ama kalgacalka uu sheegay ay dhab tahay, saddexda laga waayo oo dariskii aada maaragtay adyadeynayso oo dhibayso oo ku buuqayso oo maaragtay waxa xun qayladaadii wareerkaaga uu gaarayo, haddii maaragtay rishi iyo been aada ku dhaqmayso, haddii aada ammaanadii luminayso, hadhowna aada leedahay ilaahiyo rasuulkiisaan jeclahay, waxba laga akhrisan maayo. Marka waxaa lagu ogaadaa qofka maxabada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam uu jecel yahay, waxaa lagu ogaadaa meelaha camalka aba lagu ogaadaa. Ugu dambayntii waxaan ku soo khatimi aayadaha tilmaamaya meelaha lagu ogaado qofka kalgacalka ilaahi subxaanahu wa tacaala uu qabo iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam. Waxa weeye marka ay isqabtaan, marka ay isqabtaan inaad jeclaato ama taageerto ama u gargaarto kuwa ilmahaaga, qaraabadaada, ilmo adeerta, walaalaha, waxay ku doonaan ha noqdaane oo ka weecday waddadii ilaahay subxaanahu wa tacaala, ama aan ku socon kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnadiisii, aan ku socon aada iyaga taageerayso ama aada gacan siinayso ama aada jeclaanayso, ilashaha cabbayso oo jeceshahay la socodkooda iyo kaalmadooda, naf iyo maal ku bixinayso, isla mar ahaantaasna aada ku andacoonayso inaad ilaahay iyo rasuulkiisa jeceshahay, aada la soo taagan tahay hadalkaas. Labadaas isma ogolaanayaan. Alle subxaanahu wa tacaala waa kanina leh laa tajidu qowman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله مهلي سد بويري الله سبحانه وتعالى دد إلهي يا آخرة سبب أرمي أو هدنا جعل أو إلنا يا أو تاجر يا كوا الله تمي إلهي يا رسول كيس الله تمي من حاد الله ورسوله محاددوا حوي وقف ilaahay iyo rasuulkiisa day wadadaa jeexeen wada kaluu rabaa inuu maroysa oo ka duwantooda oo ka hor imanaysa oo khilaafsan buu marayaa. Marka ma helaysid dad buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dhab ahaan ilaahay rumeeyey oo aakhira rumeeyey ee daacad ka tahay, oo haddana kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala la colaytamay oo garbiyey oo dhinac uga jeestay jecel oo xiriirinaya oo taageeraya oo maaragtay gacan siinaya waxooda ku gacan siinaya ku kaalmeynaya, arrintaasu isma qabanayso. Walow kaanuu aabaa'ahum, aabbayaashoodna ha ahaadaan, aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum, ama qoomkoodii iyo qabiilkoodii ha ahaadaan. Yaa marka iimaankaaga inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala jeceshahay ama rasuulkiisa calayhi salaam aada jeceshahay, waxaa la kala ogaan doonaa markii ay timaado arrin waalidka ama aabbaha ama walaalka ama ina adeerka ama qabiilkaagu ay la yimaadaan arrin khilaafsan yaa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray ama rasuulkiisu calayhi salaam uu amray.
inaad tidhaahdo waa khasbanahay, maxaan samaynaa? reerkiibaa saas yiri oo soo go'aansaday, tolkiibaa sidaas ogol. Ninkii aad erkay ahaa weeye, oo hadde ninka maaragtay xil baan isku leenoo qaraabaanu nahayo, ma ka maqnaan karo maaragtay arrimihiisa iyo taageeradiisa iyo shabkiisa iyo uhiilintiisa kama maqnaan karo. Halkaas waxaad ogaanaysaa xalaawadii la sheegayey, iimaankii la sheegayey, inaad adiguna meeshaas ku weynayso ayaad ogaanaysaa. Marka arrintu waxay ku kala caddaataa camalkaas iyo imtixaanaadkaas ay ku kala caddaataa. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu iimaanka iyo macaankiisa nasiiyo oo nagu sugo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wixii naga kala dhimaya ama naga kala tuuraya ilaahay subxaanahu wa tacaala naga badbaadiyo. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.